وينضم إلينا من مجلس النواب ينضم إلينا مراسل المملكة إبراهيم الساحوري. حول إبراهيم، كيف تم اختتام أو ما نتائج اختتام اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية وأيضا الاجتماعات الدائرة حاليا؟ ماذا لديك من مستجدات؟ نعم عبد الله، لا تزال اللجنة المالية تواصل مناقشة قانون الموازنة العامة مع الجهات المستهدفة في برنامج هذا اليوم. كان هنالك منذ بداية اليوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تحدثت عن تمديد الاتفاقية الأمريكية وكذلك زيادة حجم المساعدات، وأيضا عن حجم التمويل الذي وصل الأردن من خطة الاستجابة لاستضافة اللاجئين. وكان هنالك تأكيد على طرق استقبال هذه المساعدات وصرفها ضمن معايير ومراقبة، وأيضا يعني أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن هنالك رقابة من الجهات المانحة أيضا تبدأ منذ بدء المشروع وحتى لمدة 7 سنوات لاحقة بمتابعة حثيثة لهذه المجريات. في بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع كان هناك أيضا حديث عن التطور الذي شهدته بورصة عمان والإنجازات التي حققت في عام 22، وكونها حققت مكاسب للعام الثاني على التوالي هي الأعلى منذ 15 عاما، وأيضا عن حجم الأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية والمقدرة بأكثر من 21 مليار دينار. الآن يتم مناقشة بنود الخاصة في وزارة الصناعة والتجارة. وزير الصناعة والتجارة أكد بأن المخزون الاستراتيجي للأردن من القمح يكفي لمدة 13 شهرا، وكذلك المخزون الاستراتيجي من الشعير يكفي لمدة 10 أشهر. المناقشات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. والحديث أكثر عن هذا اليوم ينضم إلينا رئيس اللجنة المالية دكتور نمر سليحات الحديث عن مجريات هذه المناقشات حتى هذه اللحظة. دكتور يعطيكم العافية، مساء الخير. الله يعافيك. يعني إذا أردنا أن نشير الآن بشكل مختصر عن أبرز المناقشات التي تمت من حيث وجهة نظر الملاحظات التي وضعها أعضاء اللجنة ومناقشتها مع الجهات المختصة. يا سيدي، اليوم بدأنا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهناك بعض البنود تم مناقشتها بالتفصيل مع وزيرة التخطيط وكذلك الإحصاءات العامة، دائرة الإحصاءات العامة تم مناقشة موازنتها. هناك تدقيق بشكل دقيق من اللجنة المالية على جميع البنود الموجودة. اليوم هو يوم حافل، هناك أكثر من 5 لقاءات، كل لقاء مثلا وزارة الصناعة والتجارة هناك 5 مؤسسات تابعة لها، وبالتالي يتم المناقشة الآن لبنود الموازنة وخطة الوزارة نفسها. هناك عمل دؤوب من اللجنة ومن الزملاء النواب لمعرفة كل صغيرة وكبيرة بالموازنة. نحن موجودين هنا، كذلك هناك في لقاء آخر الساعة 5 مع وزارة الاستثمار، سنستمر حتى أن تكمل وزارة الاستثمار. نتمنى أن نجد هناك زيادة بالمصاريف التشغيلية حتى يتم تخفيضها. نحن هدفنا هون لضبط المال العام بشكل دقيق وبشكل يضمن عدم زيادة النفقات. هذه السنوات هي سنوات اقتصادية صعبة، وبالتالي لازم تكون هناك تدقيق مالي بشكل حصيف حتى نتمكن من توفير بعض البنود في بعض البنود الغير مرغوب فيها، وبالتالي هذا يخفض من العجز الموجود بالموازنة. نعم، كان أيضا هناك خلال المناقشات التي جرت حتى هذه اللحظة ربط بضرورة وجود تناسق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، أهمية التركيز على مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي من قبل اللجنة المالية والخطة التنفيذية لها. سيدي، هاي الرؤية رؤية جلالة سيدنا، وبالتالي احنا مهتمين كمجلس النواب والحكومة بتنفيذها، الحكومة تنفيذ هذا الشيء ومراقبة مجلس النواب عليه. نحن باللجنة المالية والزملاء النواب نراقب كل بند للتحديث الاقتصادي. نتوقع بالعام القادم أن يكون هناك مبالغ أكبر حتى نوفر فرص عمل أكثر من هذا العام. هذا العام بدأنا ب 355 مليون، لا تكفي للرؤية الاقتصادية،
نتوقع بالعام القادم أن يكون أفضل، أن يكون الرقم مضاعف أكثر من مرة حتى نقدر نفتح فرص عمل ونحقق رؤية جلالة الملك. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس اللجنة المالية دكتور نمر السلحات على كل هذه التفاصيل. عبد الله، كانت هذه نظرة مقربة من رئيس اللجنة المالية لأبرز المناقشات التي تمت هذه اللحظة وكيفية إدارتها من قبل اللجنة المالية، وسيكون هنالك بعد انتهاء اجتماع وزارة الصناعة والتجارة أيضا لقاء مع وزارة الاستثمار والمزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة حول استمرار اللجنة المالية بمناقشة قانون الموازنة العامة مع مختلف الوحدات الحكومية. نعم إبراهيم السحوري مراسل المملكة من مجلس النواب، سنبقى معك في تغطية أيضا خلال نشراتنا المقبلة لموافاتنا بأبرز التفاصيل التي تدور عندك. شكرا جزيلا لك.